سلام، مرحبا بكم بوصفه جديده على قناه بنا. اليوم ان شاء الله غنديروا كاب كيك مالحين بالمرطه ديال اللوز والزيتون. كنتمنى تعجبكم الوصفه. نبداو على بركه الله. في اناء نديروا 3 ديال البيضات، نضيفوا لهم راس المعلقه ديال الابزار وراس معلقه ديال الملح، حيت الزيتون مالح والمرطة ديالنا مالحة. الا ضفنا كتر غتجي الملوحة طاغية، من الافضل نضيفو غير راس معلقة، كيجيو مالحين وكتجي الملوحة ديالهم معتدلة وزوينة. نخفقو مزيان حتى يتحل لينا البيض. نضيفو كاس ديال اللبن. انا غير عزيز عليا نضيف اللبن، كيعطي خفة وهشاشة للكيك. اللي ما عندوش يضيف واحد ياغورت طبيعي. نضيفو نص كاس ديال الزيت نباتية، نخلطو، نضيفو معلقة كبيرة ديال الجبن كريمي أو 3 ديال القطع ديال الفرم جبن مثلث. نضيفو معلقة كبيرة ديال النشا ونخلطو حتى ما يبقاوش يبانو الحبيبات ديال النشا. نخلطو مزيان ونضيفو الدقيق بالتدريج. أنا المعلقة هنا باش كنهز الدقيق كبيرة على ديال الأكل، ولكن بالمقدار ديال الملعقة ديال الأكل غتهز 5 ديال المعالق كبار مملوئين، 5 ديال المعالق ديال الأكل مملوئين. نخلطو مزيان، خص الخليط ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف، يكون القوام ديالو متوسط. خلطو مزيان حتى ما يبقاوش يبانو الحبيبات ديال الدقيق. انا كنضيف حتى ما حسيت بها شويه باقي خفيفه. هنا غنضيفو 100 غرام ديال المرتديلا بالاعشاب. هنا اللي بغى يضيف الكاشير او الطون ولا المهم، هما بالصراحه بهاد المرتديلا ديال الاعشاب كيعطون سمه رائعه، كيجيو بنان. واللي بغى يدير غير الكاشير يدير ينسم بشي بحال الزعتر ولا اللي يعجبو. وثلاثه د المعالق كبار ديال الزيتون الخضر مقطع ونخلطو. صراحه بهاد المرتديلا ديال الاعشاب كيجيو بنان. هنا نحطو دوك لو كيسات. هاد المقدار ديال هاد الخليط خرج لي 10 ديال لي كيسات. نعمروهم وما نعمروهمش حتى الفوق باش ما يفيضوا لينا. نخليو واحد المقدار فين ينتفخ الكي فين ينتفخو. منين نعمروهم كاملين هاد المقدار كما قلت غادي يخرج 10، غندخلوهم الفرن 180 درجة شعل، يكون نسخنوه من قبل من الفوق ومن التحت وندخلوهم. ماشي ضروري يحمروا بزاف، غير يبداو يحمروا، مهم غير يكونوا طايبين. نجربوهم شي عود الأسنان، إلا طابو نخرجوهم. هنا عندي 200 غرام عفوا ديال كريمة ديال هادي ميكس، كريمة ميكس ديال الطبخ والحلويات يعني ما حلواش. 200 غرام ديال الكريمة، وزدت ليها جوج معالق كبار ديال الجبن كريمي. هنا بالغت شوية في الخفق ديالها، مني بوشيطها عدباتني يعني ما تبالغوش بزاف في الخفق ديالها، حيت عدباتني فاش بوشيطها عدباتني شوية. لي ما بغاش يدير الكريمه يدير غير الجبن محكوك، حتى هو كيجي زوين. فاش نخرجوهم نحكو الجبن ونحطو الاضامه ولا ونحطو نزينو به الا ما بغيناش نديرو الكريمه. وهنا درت شيبس فرتتها، هذه حاره شيبس حاره فرتتها وزينت بها ولات بحال فيتين. كنتمنى تعجبكم الوصفه، ولا وصفه قادمه ان شاء الله.